هل العطور التي بها نسبة من الكحول أو ما شابه ذلك فيها شبهة؟ إذا صح فيها كحول فلا يجوز استعمالها، لأن الكحول نجسة، خمر، لأنها من الخمر، والخمر نجسة حرام استعمالها. الله جل وعلا يقول فاجتنبوه، لا يجوز التطيب به، والله يقول فاجتنبوه. لكن ما كل ما يقال إن فيه كحول يصير صحيح، إنما هي شائعات. فإذا ثبت وتحقق أن في هذا الطيب مادة من الكحول فإنه يجب اجتنابه.